السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة شباب. شباب اليوم عندنا برنامج طبعا تحويل اللابتوب او اي حاسبة الى راوتر. شباب برنامج طبعا اسمه فاستر بي سي، يعني بهذا الاسم. طبعا شباب البرنامج هو بهذا الشكل يكون. اول ما تحمل طبعا هذا الرابط ان شاء الله راح ارفقه تحت الفيديو. ندخل نفتح صفحة جديدة، نفتح شباب انتظر هنا بس نتخطى الاعلان. نعم انطي سكايب اد، خطانا الاعلان يظهر لنا بهذا الشكل. طبعا حجم البرنامج 16 ميجا شباب. هاي هنا طبعا بس نضغط راح يبدي يحمل. ما تلاحظون شباب؟ طبعا شباب انا محمل البرنامج. نجي هسه شباب بعد التحميل يظهر لنا مضبوط بهذا الشكل. نلقي استخراج، نستخراج هنا راح يظهر لنا هنا بهذا الشكل. دبل كليك انطي يس. بعد ما اعطينا دبل كليك راح يطلع لنا هذا الشكل. ننطي انستر شباب، ننتظر لحد ما ينصب. ما ابي طبعا اي فيك بالتنصيب، بس انطي انستر هو راح ينصب مباشرة. النام سهل و ما في اي تعقيد ان شاء الله. شباب طبعا لا تنسون زيارة مدونتنا محترفي المعلومات، هاي هي المدونة، وايضا صفحتنا على الفيسبوك، هاي صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله. محترفين المعلوميات طبعا ان شاء الله تجد لكم موجودين. لا تنسوا الضغط على عجبني او لايك يصل كل جديد، وهي قناتنا. نرجع شباب. طبعا شباب بعد ما كمل تنصيب بدون اي تدخل من عندي انتهى التنصيب مالته. شباب هنا تقدر تسوي كلين الكمبيوتر حتى تسرع الكمبيوتر. هنا طبعا تسريع شوية تصفح ايضا. نرجع على الهوم، هنا نجي نلاحظ هنا الواي فاي. شباب احنا نضغط كليك مرة واحدة راح يظهر لنا هذا الشريط مثل ما تلاحظوا. احنا مثل ما تلاحظون هذا الشريط بس يكمل التحميل ان شاء الله. هذا يكمل التحميل لانه ما يطول هواية. شباب راح انا اوقف التصوير بين ما اكمل التحميل. شباب طبعا رجعت لكم بعد ما قرب من انتهى. طبعا هو ما يطول دقيقة، دقيقة ونص. شباب انتهى من التحميل، راح يظهر لنا بهذا الشكل. هذا الايقونة مالته مثل ما تلاحظون، هاي ايقونة البرنامج. شباب احنا نغلقه، خلنا نغلقه هسه، نغلق هذا ايضا، نجي نشغله هنا. طيب شباب راح تظهر لنا بهذا الشكل الاسم. تريد تغير الاسم؟ راح اغير الاسم، اسوي مصطفى بي سي مصطفى. شباب هاي هنا طبعا الباسورد انا سويته من 1 ل 8. نعطي هنا كريت هوت سبوت. شباب قبل ما اعطي كريت هوت سبوت تلاحظون انه الشبكة عندي انه اني استخدم الجريد، استخدم الجريد، ولازم يكون عندك تعريف الوايرلس معرف على الجهاز. شوفوا هاي هنا شبكات في يظهرها الجريد، وهاي الشبكات في يظهرها الواي فاي. شباب مثل ما تلاحظون طبعا ما عندي اي شبكة باسم بي سي مصطفى، راح اعطيها كريت هوت سبوت. بدأ يبث ان شاء الله. شباب بعد ما يبدأ يبث راح تلاحظون انه هاي راح تنقلب اكس.
شباب هنا بي سي، ظهرت عندنا بي سي مصطفى اللي بثها طبعا من نايا. شباب اللي هنا ينتهي موضوعنا ان شاء الله، نلتقيكم في حلقة جديدة، في امان الله.